تعال نرجع لمنتخبنا الاولمبي اللي يعني القرعه كانت منذ قليل تم الاعلان عنها. نروح للكابتن هاني رمزي المدير الفني السابق لمنتخبنا الاولمبي. تحياتي ليك يا كابتن هاني. كابتن اسامه تحيات زميلي محمد سعيد. وحي محمد، كل سنه وانتم طيبين، رمضان وانت طيب يا كابتن. يعني ان شاء الله. كابتن هاني، يعني ليك قبل كده نظير المشاركه في الدوره الاولمبيه والالعاب الاولمبيه في لندن عام 2012، ولعبت مع المنتخب الاولمبي وكنت مدير فني للمنتخب الاولمبي في مرحله سابقه. شايف مثل هذه الدورات الاولمبيه، اولا تاثيرها المعنوي على اللاعبين وهم داخلين على دوره اولمبيه قيمتها لا تقل عن قيمه كاس العالم، وثانيا هذا الجيل شايف ازاي الطموحات والامور الفنيه، هل يقدر يحقق نجاحات زي ما اتحقق مع الجيل اللي كان معاك في 2012 والجيل اللي كان مع الكابتن شوقي غريب في 2022 في طوكيو؟ والله طبعا يعني انا تابعت طبعا القرعه، وكلنا تابعنا القرعه. القرعه يعني اعتقد في المتناول طبعا اسبانيا ووصيف اسيا ودومينيكا طبعا منتخبات، وشايف منتخبنا ان شاء الله قادر ان شاء الله للصعود لدور الثمانيه. الفكره نفسها في الاولمبياد او الدوره الاولمبيه يعني تعتبر من يعني التوب ليفل بتاع كل الالعاب الرياضيه. الحقيقه لاعب الاولمبياد الحقيقه بيحظى يعني بشرف كبير جدا جدا انه يشارك في الاولمبياد. وطبعا انت عارف الاولمبياد فيها كل الالعاب تقريبا، ولكن كره القدم كمان ليها جاذبيه خاصه اكيد، وليها متابعه كبيره جدا جدا من العالم كله. يمكن على مستوى المحترفين ما بيكونش في اجنده دوليه للفيفا، يعني ما بيكونش مصنفه من الاجنده الدوليه للفيفا، لكن وجود اللعيبه في الاولمبياد الحقيقه شرف كبير جدا جدا على مستوى الاشتراك في اولمبياد. يعني في 2012 كنا معانا الحمد لله جيل مميز جدا. هي الفكره كلها برضو علشان نتكلم، وطبعا شرف لاي لاعب يكون موجود، لكن يعني فكره المنتخب الاولمبي هي ايه؟ يعني انت دايما بتفكر في طبعا المنتخب الاول هو الصوره الاساسيه لكل المنتخبات في العالم، لكن التارجت بتاع المنتخبات اللي تحت المنتخب الاول التارجت بتاعها ايه؟ انا في رايي الشخصي هو لازم على مستوى التحضير للفريق الاول يكون هو المنتخب الاولمبي، هو يعني خلاص هو الشريان الاقرب للمنتخب الاول. لازم يكون في تنظيم واضح جدا جدا، وفي متابعه مباشره ما بين المدير الفني للمنتخب الاول مع المدير الفني للمنتخب الاولمبي، لان انا باعتباري ده بيعتبر منتخب واحد مقسوم اثنين. يعني المهم جدا ان احنا ان شاء الله باذن الله نحاول نكسر دور الثمانيه. يعني احنا وصلنا في اولمبياد 2012 للدور الثاني وخرجنا، كذلك كابتن شوقي غريب هي الوصول لدور الدور الاربعه وان شاء الله الحصول على ميداليه، ده هدف كبير جدا جدا. انا شايف منتخبنا الحقيقه عنده عناصر جيده، وانا حتى دلوقتي بتابع مباراه المنتخب بتاع المنتخب الاولمبي امام منتخب الامارات في الدوره الوديه. في عناصر جيده، والمميز ان معظم اللعيبه الموجوده في المنتخب الاولمبي بتلعب مع انديتها، يعني بتلعب عندهم مشاركه جيده جدا على مستوى الانديه في الدوري او في المسابقات المحليه. ده شيء كان مهم جدا ان هم رجليهم في الملعب، لان في فترات كثيره يعني المنتخب الاولمبي لما كان في 2012 كان عندنا بعض المشاكل، كان طبعا الدوري كان واقف، وكان عندنا بعض المشاكل في التحضير للبطوله بشكل او باخر، وكان بعض اللعيبه يعني ما بتلعبش بصفه مستمره مع انديتها. ده شيء مهم، لكن انا شايف في امكانيات واضحه جدا وامكانيات فنيه واضحه منتخبنا الاولمبي ان شاء الله ان هو اولا يعدي دور المجموعات، وثانيا ان شاء الله يكسر حاجز دور الثمانيه ويوصل للدور قبل النهائي. وبالنسبه لي الاهم ان احنا نكسب او يكون في يعني عناصر اكثر من اربع خمس لعيبه يكونوا موجودين كمان مع المنتخب الاول، وده الحقيقي المكسب. يعني انك توصل للميداليه الاولمبيه ده شيء عظيم، لكن كمان ما ننساش الاهداف الاساسيه للمنتخبات اللي تحت المنتخب الاول، هو طبعا مد المنتخبات المنتخب الاول بلاعيبه مميزه. والمنتخب الاولمبي الحقيقه انا في رايي ممكن يكون فيه على الاقل اربع خمس لاعبين ممكن يكونوا موجودين او اكثر كمان يكونوا موجودين ان شاء الله مع المهمه الجديده للكابتن حسام حسن مع المنتخب الاول، ونتمنى لهم ان شاء الله التوفيق ويكون ان شاء الله باذن الله بطوله موفقه لينا. يعني من وجهه نظر الكابتن هاني رمزي الفنيه، مين الثلاث لاعبين الانسب اللي ممكن يكونوا موجودين من المنتخب الاول مع المنتخب الاولمبي؟
بص طبعا دي حسب دي حسب رؤيه المدير الفني للمنتخب الاولمبي الحقيقه ممكن يشوف. يعني انا هرجع ل 2012 ويمكن انا حبيت ان يكون موجود في كل خط واحد عنده خبرات كبيره جدا. المنتخب الاولمبي في 2012 اللعيبه نفسها ما كانتش عندها خبرات دوليه كبيره، زي ما بقول لك كمان اشتراكاتهم مع الانديه ما كانتش كبيره، فكنت حابب يكون في عنصر الطبي موجود. فاخترت في كل يعني في كل خط كده، اخترت احمد فتحي في خط الظهر، واخترت ابو تريكه في وسط الملعب، وعماد متعب كراس حربه. الحقيقه على حسب رؤيه الجهاز الفني. مهم جدا يكون في لعيبه كمان، يعني انا يعني ابو تريكه طبعا كان ايقونه في الكره المصريه وما زال الحقيقه، وكان ادوار اللعيبه دي الحقيقه بتبقى بره الملعب وجوه الملعب. يعني بره الملعب ان اللعيبه دي تحس انهم عندهم او موجودين نجوم كبار على مستوى المنتخب الاول، يكون موجود معاهم بيكتسب منهم الخبرات كمان قبل المباريات، الاستعدادات، التركيز داخل الملعب طبعا بخبراتهم ممكن يساعده. فدي الحقيقه رؤيه فنيه للمدير الفني للمنتخب ممكن يكون موجود. في لعيبه كثيره ممكن تفيد، يعني لو يعني انا يعني محمد صلاح اكيد يعني هيفيد لو سمح لي ان هو يكون موجود، لان خلي بالك ده كمان لازم بموافقه النادي. يعني زي ما بقول لك النادي بيبقى عنده الباور او عنده الصلاحيه انه ممكن يمنع اللعيب ان هو يحضر، لانها مش خارج الاجنده بالنسبه للفيفا. فده لازم يكون من بدري شويه بالاتفاق مع الانديه. لو عندنا بعض المحترفين يعني مصطفى محمد هيكون طبعا مكسب كبير جدا لو كان موجود. عندنا لعيبه كثيره الحقيقه، عمر مرموش مثلا ممكن يكون مكسب، عندنا امام عاشور، عندنا احمد حجازي في خط الظهر، محمد عبد المنعم يعني كل ده عندنا الحقيقه لعيبه كثيره ممكن تبقى موجوده بشكل او باخر ويفيدوا المنتخب. لكن زي ما بقول لك هي عمليه تنسيقيه كمان في المقام الاول ما بين المنتخب الاولمبي واداره الانديه ديت، من بدري ياخدوا رايهم اذا كان هيسمحوا للعب ولا لا. وزي ما بقول لك الحقيقه انا شايف ان الهدف الاكبر هو ان احنا ان شاء الله نخلق على الاقل 5 6 لعيبه يكونوا موجودين الفتره بعد الاولمبياد، ان شاء الله يكونوا موجودين في الفريق الاول. تمام باذن الله. كابتن هاني، يعني من هنا للاولمبياد واحنا الكل بيسعى لتحقيق ميداليه وتبقى يعني حاجه انجاز للكره المصريه، شكل الاعداد وانت راجل مدير فني سابق وعندك خبرات كبيره، شكل الاعداد ايه اللي بتوصي بيه او يعني ممكن تقوله للمدير الفني مستر ميكالي للمنتخب الاولمبي، شكل الاعداد، المدارس اللي ممكن يوجهها خلال الفتره دي ويقدر يستفيد منها المنتخب الاولمبي؟ هو طبعا يفضل انك بتلعب مع المدارس اللي هتقابلها، انت دايما هتلعب مع فريق، دلوقتي هتلعب مع فريق اسيوي وهتلعب اكيد مع فريق في اسبانيا معانا في المجموعه، فريق اوروبي طبعا. اعتقادي الشخصي المباريات الوديه هترتبط بشكل كبير جدا. في بعض الناس وبعض المدارس الجديده تقول لك خلاص موضوع المدارس ديت خلاص ما بقاش موجود بشكل كبير، لكن ما زال في المراحل السنيه بيكون الشكل التكتيكي والشكل الخططي، الشكل البدني بيكون مختلف من المدرسه الثانيه، الشكل الاسيوي ممكن يكون كوره مختلفه شويه عن الكره الاوروبيه، وبالتالي مطلوب الفتره الجايه انك يكون في احتكاك على فرق كبيره، يعني على مستوى فرق كبيره، يعني ممكن جدا يعني تلاعب منتخبات اوروبيه بشكل كبير، ممكن تلاعب منتخبات على مستوى اسيا، ممكن انا يعني حتى بتحضيري في 2012 كنت بحاول اعمل كده. لعبنا كوستاريكا، لان احنا كان عندنا الكره اللي كنا هنقابل البرازيل، فقلنا نشوف امريكا اللاتينيه الكره بتاعتها عامله ازاي والشكل عامل ازاي، على حسب طبعا المدارس اللي هتلاعبها هكون في احتكاك. وانا في رايي انك تلعب منتخبات كبيره، يعني خلاص موضوع انك تلعب منتخب وتشوف الدنيا فيها ايه وتبص وتبقى الروح المعنويه لازم ويبقى ماتش سهل، لا انا رايي ان هو الولاد محتاجين ان هم يلعبوا مع منتخبات كبيره يكسروا حاجز شويه للاسماء الكبيره. كان ممكن جدا الاسماء الكبيره زي منتخب اسبانيا مثلا، ممكن اسم منتخب اسبانيا يكون ليه خضة شوية، فلي لا هتلاعب منتخب زي منتخبات كبيرة البرتغال ألمانيا، يعني تكسر الحاجز ده شوية. وزي ما بقول يكون في كمان يعني على المستوى البدني تنسيق مع
طبعا المديرين الفنيين للانديه، لان زي ما بقول لك في لعيبه بتلعب بصفه مستمره في الانديه، فلازم يكون في تنسيق على المستوى البدني للاعبين، وتكون ان شاء الله بطوله ناجحه زي ما انت قلت يا اسامه. نتمنى ان شاء الله ميداليه اولمبيه، لان ده هيكون انجاز كبير جدا جدا. وثاني بعيد الانجاز الاكبر انا بالنسبه لي كمان، ان احنا نكسب اكثر من 5 أو 6 أو 7 لعيبه، اكثر عدد من اللعيبه اللي ممكن ان شاء الله يشارك مع منتخبنا الاول ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله. كابتن هاني رمزي المدير الفني للمنتخب الاولمبي السابق واحد نجوم الكره المصريه، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا تعليقا على قرعه دوره الالعاب الاولمبيه في باريس صيف 2024، ومشاركه جيده نتمناها يا رب لمنتخبنا الاولمبي مع اسبانيا وجمهوريه الدومينيكان واحد فرق منتخبات اسيا اللي لسه في التصفيات اكيد يا كابتن اسامه خلال الفتره اللي جايه.